كنت متأكد إنك قدها. يعني راضي عني؟ جدا. وسمحتني على اللي فاتي صراحة. ونسيت كل حاجة. طيب هنعمل ايه دلوقت؟ هروح للعميل بتاعي اديله الورق واخد من الفلوس اللي اتفقت معاه عليه. طيب وبعدين؟ بعدين نعيش حياتنا احنا بقى. بس عدلي يا صلاح. ما تحمليش هم عدلي. عدلي خلاص مش هيلحق يعمل اي حاجه. ده قتل يا صلاح، قتل. اما يسا قلت لك عدلي ده شيلي من دماغك. عدلي بح. طيب واحنا يا صلاح؟ احنا مستقبل كله بتاعنا، شكله زي ما احنا عايزين، نعوض اللي فات. حبيبي يا صلاح. ايه ده؟ مين اللي على الباب؟ مش عارف. ما تقلقيش، خليك انت هنا وراح اشوف مين. استني. ابو صلاح انت كنت نايم ولا ايه؟ ها؟ لا ابدا، اتفضلوا. انت معاك حد جوه؟ يعني اتفضلوا في المكتب عشان نتكلم براحتكم. ما تاخرتوش يعني في ميعادكم. هما كلمتين قلناهم وجينا على طول. وعدلي كان ايه رد فعله؟ هاج واتنرفز وشاط وقعد يهدد. واحنا ولا سالنا فيه، سيبناه يبعبع وخدنا بعضنا ومشينا. خساره. حقيقي خساره. انا اللي كان في دماغي ليكم اكبر من كده بكتير. يعني ايه يا متر؟ هو انت مش عاجبك اللي احنا عملناه ولا ايه؟ واضح انكم فكرتوا وخدتوا قرار وصممتوا عليه، فالكلام ما عدوش لازمه يا اخ زين. تقصد ايه يا ابو صلاح؟ اقصد ان انتوا زي ما خدتوا وقتكم وفكرتوا، من حق انا كمان اخد وقتي وافكر واشوف المصلحه فين. حقك ابو صلاح طبعا، حقك. طب ان شاء الله بينا احنا بقى حربي ولا ايه؟ زي ما انا الضيوف اللي عند المتر قلقوا عليه. هذا رايك يا زين. طب بالاذن بقى ابو صلاح. صحيح، يوم الخميس خطوبه زين، ما ينفعش تاخر. بجد؟ ومين بقى العروسه؟ دعاء بنت عم نوفكي. دعاء؟ مبروك يا زين، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا متر. عقبالك يا حبيبي زي زين. عقبالك أنت يا أبو صلاح. يلا، سلام عليكم. مع السلامة. يا زين مالك واقف كده ليه؟ صراحة يا حربي أنا مش مستريح للكلام اللي قاله صاحبك صلاح ده. يعني عايز وقت يفكر في مصلحة؟ يعني مصلحة مين؟ مصلحتنا احنا ولا مصلحته هو؟ يا جدع بطل سوء الظن بالناس بقى اللي انت فيه ده. راجل اتفاجئ يعني مش اكتر. وبعدين ده صلاح ده ياما خدمه، كفايه ورقه ضد اللي وجبه لنا. ودماغ كبيره زي صلاح لما تبقى معانا هتفيدنا مش هتضر. واحنا كمان يعني لسه مش في الامان قوي ومحتاجين كلنا بايد واحده. مش كده ولا يا صاحبي؟ يلا يلا اوصلك على المنطقه وانا اروح اشقر على الكباريه. بايسه الهاني مش موجوده يا سعاده البيت. راحت فين؟ معرفش، هي خرجت بعد ما ساعتها خرجت الصبح ولحد دلوقتي ما جاتش.
طب اعملي لقمه كلها بسرعه عشان خالك تاني. حالا حضرتك. ده عدلي. عدلي؟ رد عليه. رد عليه يا ميسا. الو؟ ايه يا ميسا؟ انت فين؟ انا عند ماما. عندها بتعمل ايه؟ اصل بعد ما انت خرجت الصبح ماما كلمتني وقالت لي انها تعبانه شويه فجيت اطمن عليها. تقومي تقعدي عندها طول النهار؟ اصلها تعبانه قوي ويمكن اضطر ابات معاها الليله وجايز كمان بكره. تبعتي؟ براحتك يا هانم. سلميلي عليها وانا بفوت اطمن عليها الصبح بدري. سلام. مع السلامة. كان عايز ايه؟ ابدا، كان بيطمن عليا. طب هو عارف ان الخزنة اتسرقت؟ ما اظنش، بس انا خايفة يا صلاح، مرعوبة. ما تخافيش حبيبتي، ما تخافيش، طول ما انت معايا ما تخافيش، انا هفضل دايما جنبك طول العمر، مش هنسيب بعض ابدا. بجد يا صلاح؟ بجد يا حبيبتي، هنفضل مع بعض العمر كله. ميسا، بس انا مضطر اقوم اغير هدومي وانزل دلوقتي حالا. ايه رايح على فين؟ اروح ادي المستندات للناس واجيب منهم الفلوس واجي على طول. طيب اوعى تاخري صلاح. لا، هي نص ساعه، ساعه بالكثير، واجي على طول. خشي انت بس جهزي كده، وانا بعد ما اخلص المشوار ده كلمي لي تنزلي لي قدام العماره واخدك ونمشي على طول. هنروح على فين؟ اي حته بعيد عن هنا، حتى ما اعرفهاش عدلي اصلا. نعيش حياتنا بقى. انا ما اعرفش حاجه. انت بتستعبط؟ هو في غيرك هنا؟ قولي وديت الورق فين؟ يا بيه يا بيه، انا ما اعرفش اي حاجه عن الورق يا بيه، والله ما اعرف اي حاجه. ايه يا باشا؟ ايه يا عدلي؟ اتاخرت كده ليه؟ انت فين؟ انا في البيت يا باشا. لسه في البيت؟ ما جيتش ليه؟ مصيبه يا باشا، مصيبه. مصيبتي ايه؟ ما تتكلم يا عدلي. الخزنة اتسرقت يا باشا. بتقول ايه؟ الورق. انهي ورق ده اللي اتسرق؟ العقود والمستندات وحساباتنا السرية وورق الطب وعملياتنا في تركيا، كله 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 يا باشا، كله كله كله. دي مش مصيبة يا عدلي، دي كارثة. عارف عارف يا باشا، عارف عارف. عدلي، الورق ده فيه كل حياتنا، كل حياتنا يا عدلي، يعني لازم يرجع بأي طريقة، لازم تعرف مين اللي خده وتجيبه منه بأي طريقة يا عدلي، ومهما كان التمن. سمعني، مهما كان التمن. أمرك يا باشا، أمرك. الورق ده لو مرجعش هتبقى نهايتك يا عدلي، تهيألي كلام واضح، هتبقى نهايتك. خير يا باشا؟ في ايه؟ الخزنة اللي عند عدلي في البيت، اللي فيها كل الأوراق والمستندات، اتسرقت.